في الجانب التاني الحقيقة بقى الهيئة العامة للترفيه في السعودية النهاردة بتنظم حفل غنائي للمطرب العالمي مساري، وده جزء من خطة الإصلاح اللي تبناها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اللي عمل طفرة في المملكة وهو صاحب قرار إنه المرأة تقود السيارة وإنها تسافر بدون مهر، وهو اللي سمح بوجود دور للسينما وحاجات كتير جدا ما كانش مسموح بيها في السعودية ولا على خيالنا إنها كانت ممكن إنها تتغير. هل معنى كده إن هو تخلى عن دينه؟ أكيد لأ، لكن هو بيفكر أو ده فكر بشكل عصري مستنير، وده اللي احنا عايزينه. شاف ودرس التغيرات اللي بتحصل حواليه وعرف انه لازم يكون في تغيرات، وده اللي انا الحقيقة بتكلم فيه، التفكير والتغيير وجهان لعملة واحدة يا سيادة وزير الأوقاف. الحداثة والتقدم جزء من اللي طالبنا بيه الدين. الدين أمرنا بالتدبر والتفكير، مش بإننا نفضل نعيد ونزيد في عناوين موضوعات الناس حفظتها وملت منها. اللهم إني قد بلغت، اللهم فشل.